بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 21 في مذاكرتي ومدارستي كتاب أحاديث في الفتن والحوادث. نعم، أعد حديث سمرة. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، ولابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال قال: وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله، فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف، ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمل سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. مضى الحديث في حديث سمرة إلى أن من آمن بالدجال بعد ظهوره وكان قبل ذلك مؤمنا موحدا فإن إيمانه يحبط وعمله يرتد عليه، وهذا كما أن الشرك والكفر إذا وقع فيه من وقع فإنه يحبط عمله إذا مات على ذلك. وقلت إن الله جل وعلا توعد أنبياءه ورسله، منهم من ذكرهم في سورة الأنعام في 18 نبيا ورسولا، ذكرهم الله في سياق قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا ونوحا كلا هدينا، إلى أن قال في سياق الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين عيناهم لك وسميناهم لك، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان الأنبياء والمرسلون إذا أشركوا حبطت أعمالهم، فغيرهم من باب أولى. وفي آخر الزمر يقول جل وعلا مخاطبا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الموحى إليهم قبله؟ الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وكذلك من آمن بالدجال فإنه لا ينفعه عمل صالح قد سلف، لأنه حبط عمله بالشرك والكفر، والإيمان بالدجال كفر يخرج من الملة. وفي هذا يا أيها الإخوة شناعة الكفر وفظاعته وخطره، فإنه يترتب عليه 5 أخطال عظيمة: الكفر والشرك والنفاق الأكبر، يترتب عليه 5 أنواع من الخطر والعقوبات. أولا هو الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا أنه يحبط العمل إن لم يتب منه قبل الموت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهنا من آمن بالدجال واتبعه وصدقه حبط عمله الذي قد سلف. ثالثا أنه يوجب له الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
رابعا أن شركه وكفره يوجبان له تحريم الجنة، فالجنة عليه حرام ومآله إلى النار. خامسا أنه تذهب عصمته فلا يكون معصوما في دمه ولا في ماله في الدنيا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، أخرجاه في الصحيحين. وها هنا قال حبط ما كان من عمل فليس ينفعه صالح من عمل سلف. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال منها التارك لدينه المفارق للجماعة. قال ومن كفر به وكذبه، كفر بالدجال وكذبه في دعواه أنه رب العالمين، قال فليس يعاقب بشيء من عمل سلف، ولو زنى ولو سرق ولو أكل مال اليتيم، فإن تكذيبه للدجال هذه الطاعة تجب ما قبلها. وهذا خاص بهذه المحنة، ثبت على دينه لما امتحنه الدجال، استمر على توحيده، لم يزايد على عقيدته، وإنما كذب الدجال وكفر به، فهذا لا يضره ما سبق ذلك من عمل غير صالح. لماذا؟ لعظيم البلوى بالدجال أولا، ولجليل إيمانه أنه ثبت على دينه وكذب الدجال مع عموم البلاء به ثانيا. قال وإنه أي الدجال سيحصر، وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، يحاصرهم لكن لا يدخل بيت المقدس. وهذه المحاصرة هي والله أعلم إبان نزول عيسى، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل وإذا المسلمون قد اصطفوا لقتال أعدائهم، ومن المسلمين من هو محصور في بيت المقدس، فهذا الحصار يزول بنزول عيسى وبقتل الدجال، لا سيما وأنه يهرب من عيسى فيطلبه ويتبعه عيسى حتى يدركه بباب لد فيقتله ويريح الناس من شره ويزيل هذا الحصر والمحاصرة التي تكون على مؤمني بيت المقدس. نعم. وزاد الترمذي في حديث النواس رضي الله عنه عند ذكر يأجوج ومأجوج ويستوقد الناس من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين، أو من قسيهم. أي نعم. ويستوقد الناس من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين. في حديث النواس بن سمعان الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج، وذكر فيه أنه يحصر المؤمنون بسبب يأجوج ومأجوج، يحصرون في الجبال ويحصرون في الأماكن المنيعة، وأن الله يوحي إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بهم، أي لا قدرة لأحد على دفعهم. وجاء في ذلك الحديث حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي من شدة الحصار. زاد الترمذي في روايته قال عند ذكر يأجوج ومأجوج ويستوقد الناس من قسيهم، يتخذون أقواسهم حطبا ووقودا لنارهم، ونشابهم أي سهامهم ورماحهم، وجعابهم أي ما يحفظون به السهام، جعبة السهام أي ما تجتمع فيه، سبع سنين أي لشدة ما هم فيه من الحصار، وأن حصر يأجوج ومأجوج لهم يستمر 7 سنين إلى أن يأتي الله جل وعلا بالفرج
يوم يفزع عيسى والمؤمنون معه إلى الله أن يكفيهم شر يأجوج ومأجوج، فيسلط الله عليهم ماذا؟ النغف، هذه الدويبة الصغيرة، فتأخذهم في أعناقهم وتدخل في آذانهم فيصبحون موتى كفرس نفس واحدة، أي يموتون جميعا، فتنتن الأرض منهم وتمتلئ من زخمهم، فيفزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا، فيبعث الله طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتأخذهم وتلقيهم في البحار وفي أطراف الدنيا، ويرسل الله المطر العميم المبارك الذي لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض من هذا النتن، وفيه تكون الأرض كالزلفة أو كالزلقة، أي كالمرآة، وتعاد عندئذ للأرض خيراتها وبركتها ونعيمها. نعم. وللبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فقال: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال. إلا تتضعضع. أي نعم. أي نعم. أحسن الله. ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها فقد نجا منها، والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر. هذه رواية البزار في مسنده المسمى بالبحر الزخار عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال، وفيه أنه ذكره مرة بعد مرة، وما زال يكرر عليهم حديث الدجال إبلاغا لهم بهذه الفتنة العظيمة وتحذيرا من هذا الشر الكبير. مما ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة هذا قال: لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. لفتنة بعضكم أي الفتنة الخاصة التي تزيل الإيمان عنكم أخوف عندي من فتنة الدجال. ما المراد بقول لفتنة بعضكم؟ هل هي فتنة الناس بعضهم مع بعض في الاقتتال والغيبة والسب والنيل من العرض؟ هذه الرواية مفسرة بما سبق، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في صحيح حديثه فتنتين، ونص باللفظ الصريح أنهما أخوف عنده من فتنة المسيح الدجال. أولهما قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء، في رواية الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الشرك الخفي والرياء يحتمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. لماذا خاف علينا الشرك الخفي صلى الله عليه وسلم أعظم مما خاف علينا فتنة المسيح الدجال، مع أن فتنته هي الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ أجيب عنه بجوابين: الأول أن الشرك الخفي لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا أوسطه ولا آخره، لأنهم قد لا يبنون له مبالاته، بينما الدجال من مات قبل خروجه عليه فهو سالم ناجي من فتنته. إذن خاف علينا فتنة تقع في بعضنا أن لا يبالي بالرياء ويسيره فيقع في شر أشد من فتنة الدجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي وهو الرياء أخوفني عليكم من فتنة الدجال. والشرك الخفي حكمه دائر بين أمرين: إما شرك أصغر كما مثله العلماء في يسير الرياء قليله الذي يدافعه،
لا يكون في أصل العبادة من أولها، وإنما يطرأ على العبادة. والثاني في الشرك الأكبر في الرياء أنه لا يصلي إلا رياء، لا يتصدق إلا رياء، لا يطوف إلا رياء. وهذا عمل المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي قوله لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال إشارة إلى هذا. الأمر الثاني ما جاء في السنن في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول. قال: الأئمة المضلون. فخاف على أمته أئمة الضلالة من علماء السوء الذين بدلوا دين الله وكتموا الحق لأجل الدنيا ولأجل الناس ولأجل المناصب. وكذا أمراء السوء الذين غيروا وبدلوا دين الله، خاف عليهم، خاف علينا هؤلاء أعظم من مخافته الدجال، لأن الدجال فتنته على من يظهر عليهم، أما أئمة الضلالة ففي أول الزمان وأوسطه وآخره. ثم قال: ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضعضع أو تتضع، يعني تتصاغر وتتحاقر لفتنة الدجال. وهذا لأن الفتن يا أيها الإخوة يرقق بعضها بعضا، فتأتي فتنة ومحنة وبلية ثم يعقبها فتنة أعظم ترقق الأولى وتنسيها، فلا يزال الأمر كذلك إلى أن يبلغ منتهاه بفتنة من؟ فتنة الدجال التي تنسي ما قبلها ولا ينسيها الفتن بعدها. وهذا فيه أن أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها وأكبرها إيش؟ فتنة الدجال التي تؤدي للشرك والكفر، وأن الفتن قبلها وبعدها لا تذكر عندها. وهذا مصداق ما في الحديث: إنه ما من نبي إلا أنذر أمته من الدجال، وإنه ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم منه. وفي هذا دليل على القاعدة التي سبق ذكرها، وهي سنة شرعية وكونية. ما هي؟ ذكرناها قبل ذلك أكثر من مرة. فيه دليل على هذه السنة الشرعية والكونية. شيخ فهد، جاره ذكرنا سنة كونية وشرعية ودللنا عليها وذكرنا لها أمثلة، وهذا الحديث يدل عليها، أن كل فتنة تتضع وتتضعضع عند الدجال. هذه السنة الكونية والشرعية أنه حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، ما بلغ الشيء منتهاه إلا ويضع، سواء في الفتن أو سواء في أمور الدنيا. فقلت لكم إن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظبة كانت تسابق نوق الصحابة، وهي ناقة وضحة حمراء تسابق نوق الصحابة فتسبقها. فجاء أعرابي على قعود فسابق العظبة فسبقها، وجد الصحابة في أنفسهم أنها سبقت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعاه. ولهذا يمكن نقول أعظم الفتن فتنة الدجال، تتصاغر وتتضعضع عنده كل فتنة، والفتن بعضها أكبر من بعض، لكن الفتنة اللاحقة تنسي الفتنة التي قبلها، إلى أن ينتهي الأمر بالدجال. وما بعد الدجال من الفتن أهون، إلى أن تقوم الساعة والساعة أدهى وأمر. نسأل الله الثبات على دينه. قال: فمن نجا من فتنة ما قبلها، أي ثبت على دينه قبل فتن الدجال ولم يزايد على عقيدته ولا على إيمانه، فقد نجا منها، لأن هذه الفتن التي قبل الدجال تمهد له تختبره وهو يثبت على دينه، فإنه بإذن الله سيثبت عند الدجال. والله لا يضر مسلما، لا يضره يعني
لا يفتنه عن دينه ما لم يكن هو هذا يتضعضع ويزايد على دينه أو يتنازل عنه فيبيعه بعرض يسير من الدنيا. ثم قال: مكتوب بين عينيه أي الدجال كافر يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، يعني يقرأ ويكتب أو لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يقرأها بماذا؟ بنور الإيمان في قلبه، يرى أنه مكتوب في جبين الدجال كافر، ليكون هذا مؤذنا بتكذيبه وعدم تصديقه. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله تعالى أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى يبعثهم على الناس حفروا، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله تعالى، فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فيسقون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون سهامهم إلى السماء فيرجع عليها الدم الذي أجفض، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله تعالى نغفا في أعناقهم فتقتلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه مضى في الرواية السابقة نظائر له وشواهد عليه، وفي هذا اللفظ من هذا الوجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. مضى ذكر يأجوج ومأجوج وأنهم في نسبهم من بني آدم، من ذرية من؟ يافث ابن نوح، وهم عموم الجنس الأصفر. وقد بنى ذو القرنين بنى بينهم وبين الناس سدا حسيا، بناه بالحديد والرصاص مع لبن الحجر، ليكون مانعا من سيلانهم على الناس، لأنهم أهل شر وفساد وكفر ووثنية، وأنهم سيكثرون كثرة عظيمة. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. مما يدل على كثرتهم وأنهم ينفجرون على الناس انفجارا، يشرب أولهم الماء حتى يفنيه، فيمر آخرهم عليه، وقد يبس المكان من هذا الماء كما في بحيرة طبرية. مما يدل على كثرتهم أيضا وعلى كفرهم أيضا، على كثرتهم وعلى كفرهم، أنهم عدلاء هذه الأمة في نار جهنم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك يا ربي وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار، فيقول: من كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. إذن من بني آدم كم الناجي؟ 1، و999 وين؟ في النار. دل على أن أكثر بني آدم مؤمنون أو كفار؟ كفار، وهذا كما دلت عليه قواطع الآيات: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعظم ذلك على الصحابة، من يضمن أن يكون الناجي الواحد في مقابل 999 من 1000؟ فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم لأمته خاصة، فقال: منكم 1 ومن يأجوج ومأجوج
999، فدل على أمرين: أولا على كثرتهم، وثانيا على كفرهم، ولهذا هم حصبوا جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يحفرون في هذا السد الذي بناه هذا الملك الصالح ذو القرنين، فكان مانعا لهم من سيلانه عن الناس. فقال الذي عليهم، يعني رئيسهم وقيمهم، رئيس الوردية كما يقال: ارجعوا فستحفرون غدا، ما باقي إلا القليل، نكملها غدا. قال: فيعيده الله تعالى أشد ما كان، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قال: حتى إذا بلغت مدتهم. ما معنى بلغت مدتهم؟ تم الأمر الذي قضى الله عز وجل بانسيالهم وخروجهم، لأن الله جعل مدة بعدها يسيحون على الناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذا المراد بها في الحديث. ولما قام صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا في حديث أم سلمة فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين السبابة والإبهام مثل هذا. قال: حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس، يبعثهم يعني ينشرهم على الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال: ارجعوا، يقول قيمهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله تعالى. فاستثنوا، قالوا: إن شاء الله. فيبقى غدا هذا المقدار اليسير، الأيام الماضية ما يقولون إن شاء الله، فيرجع الأمر كما كان. وقد أدب الله المؤمنين بقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بل نبي رسول وملك وهو سليمان عليه السلام امتحنه الله جل وعلا، كما جاء في الصحيح أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 كلهم يأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إيش؟ إن شاء الله. فطاف عليه الصلاة والسلام على 100 من نسائه وسرياته في مدة كم؟ ليلة واحدة. لا إله إلا الله على هالوقت، والله أكبر على هذا الجهد بعد. فطاف على 100 من نسائه، فلم تلد واحدة منهن شيئا إلا واحدة جاءت بنصف إيش؟ غلام، لأنه لم يستثني، لم يقل إن شاء الله. وإن شاء الله متى تقال؟ في الماضي ولا في المستقبل؟ ها؟ تقول: صليت المغرب إن شاء الله، وأكلت أمس إن شاء الله. إذا ما هي بكل وقت، تقال في المستقبل لا تقال في الماضي. فأما الماضي إن كان طاعة فليقول: صليت والحمد لله، وصمت والحمد لله، وحججت والحمد لله. أما المستقبل فيعلقه بماذا؟ بالمشيئة. قالوا: ولو حلف على أن يأتي أمرا في المستقبل واستثنى، قال: إن شاء الله، ثم لم يأتي لم يحنث، والله لأتصدقن غدا بمليون، ثم قال: إن شاء الله، ولم يتصدق، هل عليه الكفارة؟ لا، لأن الله لم يشأ أن يتصدق. وهذه فيها بركة وفضيلة الاستثناء في المستقبل. هؤلاء الكفرة من يأجوج ومأجوج استثنوا فقالوا: إن شاء الله. قال: فيعودون إليه وهو كهيئتهم حين تركوه، لم يبق إلا هذا الجزء اليسير ليروا منه شعاع الشمس. ودل على أن هذا السور سور عظيم،
وأنه يمنع منهم شعاع الشمس. هل الشعاع هذا في المشرق ولا في المغرب؟ الله أعلم، الله أعلم، لأن السد بني بعدما جال هذا الملك الصالح الجوال، فبلغ مغرب الشمس ثم بلغ مطلعها ثم أتى بين السدين. قال فيحفرونه ويخرجون على الناس فيسقون الماء، يستسقون الماء فيفنون مياه الناس، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، لدلالة على أن يأجوج ومأجوج قوم غشم وأهل ظلم وأهل اعتداء، وأنهم كفرة لا يراعون في أحد دينا ولا مروءة ولا إلا ولا ذمة، ولهذا يتحصن منهم المؤمنون والناس في حصونهم. وسبق في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه أن الله يوحي إلى عيسى: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم، فحرز عبادي إلى الطور. ما الطور؟ ليس طور سيناء لأنه ما يكفي جميع المؤمنين، وإنما الطور هي الأماكن العالية الجبال، ومنها كما في الحديث هنا: ويتحصن الناس منهم في حصونهم. يأجوج مأجوج مع ظلمهم وغشامتهم وكفرهم أهل كبر وتعالي وتعاظم، لا يرون غيرهم شيء، وهذه الصفة كانت موجودة في التتر، يتعالون على الناس وأنه لا يقهرهم أحد. من تعاليهم وكبرهم قال: يرمون سهامهم إلى السماء، إذا غلبوا أهل الأرض وهرب منهم الناس في الأرض رفعوا بسهامهم ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام من السماء قد أجفضت دماء، أي ملئت دماء. وش يقولون عندئذ من كبرهم؟ قهرنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء، لا أحد يقهرنا. وهكذا الكبر محبط للهمم، مضعف لها، سبب لتردي أصحابها، حتى في الدنيا، حتى في أمر الدنيا المحض، التعالي والتكبر علامة على سفالة وسفول صاحبه. فكيف إذا كان الكبر في الدين؟ كيف إذا كان الكبر في منازعة رب العالمين؟ إذ الكبر إزاره سبحانه وتعالى والكبرياء رداؤه. قالوا: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، وهذا مبلغ شرهم، فزرعهم قد نضج وقد استوى على سوقه وحان حصاده، كما سبق في القاعدة والسنة الشرعية والكونية: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. قالوا: قهرنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء. فيفزع عيسى عليه السلام ومعه المؤمنون إلى الله جل وعلا أن يخلصهم من شرهم، فيبعث الله عليهم النغف، دويبة صغيرة أكبر من الذرة، تشبه القراد، أهل الإبل يعرفون القراد، والعوام عندنا يقول: يا الله سنت ذباب ولا سنت قراد، لأن القراد يمص من الناقة الدم حتى يهلكها. النغف أصغر من القراد، يعاقب الله به يأجوج ومأجوج فيرسله فيكون في أعناقهم ويدخل في آذانهم فيهلكهم. سبحان الله العظيم، تجبروا وتعاظموا وتكبروا وظلموا، فسلط الله عليهم من أصغر مخلوقاته. وهذه من آيات الله، فإن النمرود بن كنعان ملك بابل تجبر وتعالى وعاند وكابر إبراهيم الخليل لما آتاه الله الملك: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ويقول: لا، هذا ملكي، أخذت كابر عن كابر. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وش قال؟ قال: أنا أحيي وأميت، كيف أحيا وأمات؟ ذلك الجواب المتكبر أتى باثنين،
قد حكم عليهما بالإعدام بالموت، فقال أما هذا فاقتلوه، فقال يا إبراهيم هذا أنا قتلته، أنا أمته، فقال الثاني رح لهلك أخرجوه، قال هذا أنا أحييته. فعرف إبراهيم أن صاحبه إيش؟ مكابر معاند، فتنزل معه، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إن كنت ربا فأتي بها من المغرب. ماذا قال ربي؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا النمرود سلط الله عليه مع كبره وعجبه وتعاليه، سلط الله عليه بقة. ما البق؟ أصغر البعوض، صوتها قوي لكن هذا كبرها، تؤذي الناس بصوتها، فدخلت من أنفه فارتفعت حتى بلغت دماغه، فكان لا يهنأ إذا تحركت حتى يضرب على رأسه بالنعال، يلطخ بالنعال على رأسه إلى أن تدوخ فتهدأ، فإذا ذهب دواخانها رجعت مرة ثانية وزنت في رأسه. ليري الله هؤلاء المتكبرين المتعاظمين المتعنتين ضعفهم وحقارتهم، كما في النمرود كذلك في يأجوج ومأجوج. فيبعث الله نغفا في أعناقهم فتقتلهم. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يحلف وهو البار الصادق ولو لم يحلف، وهذا كما سبق نظائره حلف بصفة من صفات الله وهي صفة اليد له سبحانه. قال إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. دواب الأرض أي مما تعيش على الجيف، تسمن وتشكر أي تتفتق شحما وشبعا من أنتانهم لكثرة عددهم وعظيم خلقتهم وأنهم أصبحوا موتى، ومع ذلك مع شكري وشبعي دواب الأرض منهم الأرض تندت، الأرض تنتن من زخمهم ونتنهم. فيبعث الله طيرا كأعناقها كأعناق الإبل فتلقي بهذه الأجساد النتنة في أطراف الدنيا وفي بحرها، ويبعث الله بعد ذلك بهذا المطر المبارك العظيم الذي لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض من هذا النتن ويعاد للأرض بركتها، كما سبق مفصلا في حديث النواس ابن سمعان. باب في خروج الدابة، نرجئه إن شاء الله إلى درس يوم غد بعد العصر وإلى ما تيسر من الأسئلة. سائل يقول ما معنى الرؤية القلبية لله عز وجل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى؟ ذكرنا لكم قبل قليل أن نبينا لم يرى ربه بعيني رأسه، كما أن موسى عليه السلام لم يرى ربه بعيني رأسه. وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث قد شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي في رسالته الماتعة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. قوله رأيت ربي في أحسن صورة هذه رؤية بقلبه عليه الصلاة والسلام، وليست هي رؤية بعيني رأسه لأنه لا يطيق ذلك، ولو كان يمكن أن يراه بعيني رأسه لرآه في أشرف المقامات لما عرج به إلى أعلى السماوات صلى الله عليه وسلم. فهذه رؤيا قلبية لا نعلم حقيقتها وكيفيتها،
قالوا ويشبهها رؤيا ربي في المنام، فإن الرائي قد يرى ربه في المنام، والرؤيا المنامية غير الرؤيا العينية الحقيقية. ولهذا مقامات رؤية الله عز وجل 6 مقامات، هذا بحث تراه بحث لطيف ودقيق وخلاصة هذه المسألة الجليلة. المقام الأول رؤية الله في الدنيا فلن يره أحد، لعجز الرائي لا لخفاء المرئي. المقام الثاني رؤية النبي ربه ليلة المعراج ولم ير عليه الصلاة والسلام ربه بعيني رأسه. المقام الثالث رؤية الكفار لله ولن يرونه، لن يرى كافر لله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب أعداؤه سخطا لهم دل على أن أولياءه سبحانه يرونه رضا منه عليهم. المقام إيش؟ الرابع رؤية المنافقين لله عز وجل، وسيرى المنافقون الله في العرصات، عرصات القيامة، ويحجبون عن رؤية الله في الجنة. لكن وضع تحت لكن خطوطا، يرون الله في العرصات رؤية عذاب وحسرة لا رؤية نعيم وعبودية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه القرآن والسنة. ففي القرآن في آية المعارج في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا متى في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. جاء حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، والحجر والشجر يتبعهما، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها من ينتظرون ربهم حتى يتبعونه. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، كما الدجال في الدنيا يقول أنا ربكم وهو إيش؟ أعور ودميم. فيأتيهم يقول أنا ربكم في العرصات، يقول أنت لست ربنا، لأنه جاءهم بغير صورته التي آمنوا بها وعرفوه بها كما تعرف الله بها إلينا في القرآن والسنة في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: فيأتيهم ربهم بصورته التي يعرفونه بها، ويكشف سبحانه عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون وطابق ما علموه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى عرفوا أنه ربهم، خروا له سجدا، لأنهم في الدنيا سجدوا له ولم يروه تعظيما وعبودية له، فكيف إذا رأوه في العرصات سيسجدون له؟ المنافق في الدنيا قلد المؤمن وشابهه في عمله، لكن قلبه فاسد واعتقاده خبيث، هنا ينكشف في هذا الموقف ينفضح. قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح ظهره كالخشبة لا يستطيع أن يسجد، كلما هم بالسجود ارتد على عقبه. وهذا مقام رأى المنافقون الله ولم يتلذذوا برؤيته، وإنما زادتهم إيش؟ حسرة وذلة. كم المقام هذا؟ هذا المقام الرابع. المقام الخامس رؤية المؤمنين لله عز وجل، وسيرون الله في عرصات القيامة فيسجدون له، وسيرونه في الجنان يوم يدخلونها، ومجموع أهل الجنة يرون الله يوم الجمعة يوم المزيد، وكم لأهل الجنة أصحاب الدرجات العلى سيرون الله 2 مرات في اليوم، غدوة وعشية.
كم هذه المقامات؟ 5. كم باقي؟ لن أعطيكم الواحد حتى تعدوا علي 5. ها، من يعدها كلها، ما هو بالتقسيط، أنا ما بيع بالتقسيط، أبيع إيش؟ جزاف. تعدها كلها، قم واقفا اشهدوا عليه، إن نقصها ترى ما صار شيء. رؤية الله في الدنيا ممنوعة. ها، مقام الثاني أن الكفار لا يرون الله. ها، رؤية الأنبياء لله ومنهم نبينا في الدنيا ما حصلت. رؤية المنافقين متى؟ في العرصات، وهي رؤية عذاب وحسرة. 5. رؤية المؤمنين لله في عرصات القيامة وفي الجنة. بيض الله وجهك، أحسنت. الآن تستحقون 6. المقام 6 من مقامات الرؤية، رؤية الله في المنام. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. رؤية الله في المنام في الدنيا، هل ممكنة ولا غير ممكنة؟ خلاصة الكلام فيها أنها واقعة بإجماع المسلمين، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد، نقله الإمام النووي وتلميذه ابن العطار وقبله ابن جرير الطبري وبعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، على أن رؤية الله في المنام في الدنيا ممكنة، لكن اشترطوا لها 2. الشرط الأول أن هذه الرؤيا ضرب مثل، ضرب مثل، فهي على ما يعتقده هذا المعتقد بربه، فإن كان الرائي له من المشبهة رأى الله على هيئة التشبيه والتمثيل، وإن كان الرائي لله في المنام من المعطلة رأى الله على اعتقاده الذي يشاكله بالتعطيل والتحريف. فإن كان الذي رأى الله مؤمن موحد مثبت رأى الله على ما يليق به، كأن يرى نورا يخاطبه. والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رأى الله في منامه 100 مرة، والإمام أحمد رأى الله في المنام وقت المحنة فقال: يا ربي، ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم يا أحمد. وكانت هذه الرؤيا الصالحة المبشرة من أسباب تثبيت الإمام أحمد زمن المحنة، فوقف لأهل البدع قاطبة وصدع بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا قال أهل السنة: ثبت الله الدين بالصديق يوم الردة، بأحمد بن حنبل يوم المحنة. إذن هذا إثبات أن الله قد يرى في المنام، كما أن النبي رأى ربه بقلبه. الشرط الثاني، وانتبه له أيها المؤمن، أنه لا يجوز أن تعتقد أن الله في ذاته وفي كيفيته كما رآه الرائي في منامه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن المنام ضرب مثل، ولا ينبني على المنام، منام غير الأنبياء، أي حكم عقدي أو شرعي، إنما هي مبشرة. إذن لا يجوز أن تكيف الله أو تعتقد أن الله في كيفية ذاته كما رآه ذلك الرائي في منامه، وإنما المنام انعكاس لإيمانه. أحد علمائنا رحمه الله يخبرنا أنه رأى الله في المنام، فسألناه عن هذه الرؤيا، قال: رأيت أن القيامة قامت وكأننا في مثل الحرم، والناس مجتمعون مشرئبة أعناقهم، إذ سطع نور عظيم ملأ الأفق، وسمعت الله عز وجل يخاطبنا. فهذا المنام ناشئ من اعتقادي هذا الرائي
لأن المنام في حقيقته ضرب مثل. واضح يا أخواني؟ كم المقامات الآن؟ 6. هذه تسمى بمقامات رؤية الله عز وجل كما جاءت بها الأدلة، والله أعلم. يقول: هل التقليد لازم لا سيما للأعاجم لأنهم لا يعلمون بشيء، فكيف يعلمون بدينهم بغير التقليد؟ هذا السؤال ليس سؤالا وإنما هو إلزام. يريدني هذا السائل أن أقول لا بد أن يقلد المتفقه، ولن أقول ذلك. والتقليد نوعان، أما أصول الدين وتوحيد رب العالمين فلا تقليد فيه، وإنما يجب أن يكون عن قناعة وإيمان. ولهذا لما قلد الكافرون في التوحيد عذرهم الله، ما عذرهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، بالآية الأخرى وإن على آثارهم مهتدون، لمقتدون ومهتدون. فما عذرهم ربي جل وعلا. فأصل الدين وما فيه الدليل بين، لا بد من طلب الحق بدليله. أما العامي غير المتعلم فيجوز أن يقلد في فروع الدين من يثق في علمه ودينه، لأن هذا مبلغ اجتهاده، مبلغ حرصه. قال الله جل وعلا في آيتي النحل والأنبياء: في النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، وفي أول الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ختم الآيتين بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لا يعلم يسأل من يثق في علمه ودينه، وهذا الذي ذكر الأصوليون أنه يقلد عالما مجتهدا في علمه ودينه. أما أن يكون هذا أصل للتقليد الأعمى وعدم معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها فليس هذا دين الإسلام، وليس هذا عمل علماء المسلمين. والمذموم من التقليد أن يرد الأدلة لأجل تقليد إمامه ومذهبه، هذا المذموم. ولهذا أجمعوا كما قاله أحمد وغيره أن من استبانت أي اتضحت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. قال الشافعي قبل أحمد: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءكم قولي فخالفه فاضربوا بقول إيش؟ عرض الحائط. قاله قبله شيخه مالك: عجبت. يقول مالك رحمه الله: كل منا أي من العلماء راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر من؟ إلى قبر عبد القادر الجيلاني، أو قبر البدوي. أشار إلى قبر من؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في المدينة في روضة رسول الله في المسجد. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه معدود من صغار إيش؟ التابعين، والله أعلم. خلاص تعبتوا؟ ها؟ نتم الباقي ولا يكفي؟ إيه أنا اللي تعبان، أنتم ما تعبتوا. كيف أنبأت الشياطين ابن صياد بالدخ والله عز وجل يقول: وما تهزت به الشياطين وما ينبغي لهم، إلى قول إنهم عن السمع لمعزولون؟ نعم يا أخي، فإن الشيطان لم ينزل بالوحي ولم يلقي الوحي على ابن صياد، وإنما ألقى إليه هذه السورة التي سبق أن نزلت. من قال إنها ما نزلت إلا لما ألقاها النبي على الصيد؟ إنما النبي خبأها في نفسه على ابن صياد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم،
فهو لقط بعضها وألقاها إياه، وإلا فالوحي معزولة عنه هذه الشياطين لئلا يلتبس بوحي وكلام رب العالمين. والكهان الآن يخبرونكم بالمغيبات، سيأتي برد وسيحصل كذا وكذا، من أين لهم ذلك؟ من استراقهم والسمع. واضح يا أخواني؟ فزال الإشكال والحمد لله، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أصلي العصر بعد الظهر جمع تقديم وأنا ذاهب للرياض؟ نعم، إذا صلى الإنسان في مكة الظهر وسيسافر بعدها، فإذا صلى الظهر مع الإمام 4 ركعات يقوم ويقيم الصلاة ويصلي العصر 2 ركعتين إذا كان سيرجع ويسافر سواء إلى الرياض أو إلى الجزائر أو إلى أي مكان يسافر إليه، والله أعلم. هل قتل الخطأ يوجب الدية والكفارة؟ نعم، قتل الخطأ يوجب الدية لأولياء المقتول وهم ورثته، ويوجب الكفارة إذا كان المقتول مسلما، والكفارة صيام 2 شهر متتابعين لمن كان مسلما أو بيننا وبينهم ميثاق، على أظهر أقوال العلماء رحمهم الله. يقول: حديث البخاري عن تميم الداري. لا يا أخي، الحديث ليس في البخاري وإنما في صحيح مسلم. حديث تميم الداري وأنه ليس الصياد، نعم، في حديث تميم الداري صور لهم الدجال في ذلك الدير موثوقا ومربطا بالسلاسل وبالحديد، صور لهم كأعظم رجل، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لأن ابن صياد فقد عام الحرة ولم يعثر له على أثر، وهذا الذي كان في الجزيرة من جزائر البحر هو الدجال، لكن الله قادر يصوره هنا وهناك، قد يكون هذا وقد يكون هذا، ولا يعارض هذا ذاك، والله أعلم. القوة التي تعطى للدجال والخوارج هل أعطاها الله إياه؟ نعم، هي بإذن الله تمحيصا لإيمان الناس ومحقا لإيمان الكافرين، وجل ما معه إنما هي مخاريق، ومعنى مخاريق أنها خوارق شيطانية من إعانة الشياطين والجن المردة له، كما في الكهان دون الدجال، الكاهن والساحر والمشعوذ، الخوارق التي عنده من أين له؟ بإذن الله كونا، لكن بإعانة هؤلاء الكذبة المردة ليفتنوا بها الناس. السحرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، والله أعلم. اعتمرت وأردت أن أعتمر عن أمي المتوفاة، فمنهم من يقول لي: يجوز أن تخرج للتنعيم وتنشئ عمرة لأمك، وآخرون قالوا: لا تفعل، لأن هذا الفعل خاص بعائشة رضي الله عنها ومن كانت مثلها، وأن لكل عمرة سفرة مستقلة، وأنا في حيرة من أمري، فما هو القول الراجح؟ أحسنت يا أخي، لما أنك احترت في أمرك فأرجعت الأمر إلى من هو أعلم منك. وهذه مسألة يقع فيها النزاع الكثير، فالذين قالوا إنه لا ينشئ في السفرة إلا عمرة واحدة، وأن هذا القول العمرة الثانية خاص بعائشة، قول جماعة كثيرة من أهل العلم، قول جماعة كثيرة من أهل العلم، حتى حكي أنه قول الجماهير أنه لا ينشئ في سفرة إلا عمرة واحدة. هذا من حيث الأفضل، نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام أنشأ لكل عمرة سفرة، حتى قرن بإذن الله له بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وصار هذا أحد نوعي التمتع،
في سفرة واحدة، هذا الأفضل والأكمل. لكن هل نقول هذا الفعل خاص بعائشة؟ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بحجتها مع النبي عليه الصلاة والسلام بأي إحرام، بأي نسك، ها؟ وين طلبت العلم؟ عائشة لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أهلت من ذي الحليفة؟ ها؟ لا، لم تهل بالقران إفراد، لم تهل بالإفراد، وإنما أهلت بالتمتع، وهي القائلة كما جاء في صحيح البخاري: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهللنا بها، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة، أي قارنا بينهما. أحرمت رضي الله عنها من الميقات بماذا؟ بالعمرة، متمتعة بها إلى الحج. وهكذا أمهات المؤمنين كلهن كعائشة رضي الله عنهن، استمرت بإحرامها حتى بلغت أين؟ سرف، قبل مكة بليلة، قبل مكة 25 كيلو. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي، من ضربها؟ لم يضربها أحد. لماذا تبكي؟ لأنها نفست. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها، يدلعها. قالت: إني لا أصلي يا رسول الله. ألا ما أكمل أدبها وعظيم دلها؟ ما قالت إني حائض، استحت، قالت: لا أصلي، كنت بعدم الصلاة عن حيضها. هذا السمو والأدب. ويأتي من أنجاس وأرجاس الخلق من يتهم عائشة بالفعل القبيح، ألا عليه من الله ما يستحقون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على من؟ على أبناء آدم، صح؟ تحيضون أنتم يا رجال؟ طيب ليش ما انتبهتوا؟ جاءكم النوم، ايه مللتم، قولوا الحمد لله انكم ما تحيضون. حنا بلشنا الان باسئله النساء في الحيض، لو حاضر الرجال الله يعين. قال: ان هذا امر كتبه الله ان هذا امر كتبه الله على بنات حواء، في روايه على بنات ادم، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إيش تسوي؟ تسعى، تقف بعرفة، ترمي الجمار، تنحر الهدي، تبيت بالمزدلفة ومنى، تقص من شعرها، كل شيء إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الطواف. فعلت رضي الله عنها وأدخلت حجها في عمرتها، صارت إيش؟ قارنة بعدما كانت متمتعة. القران ما هو؟ عمرة مع حجة. أتت بعمرة ولا ما أتت بعمرة في حجتها؟ بالإجماع أتت بعمرة، حتى إذا كان يوم التحصيب. متى يوم التحصيب؟ يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب من منى، يوم 13. دخل عليه الصلاة والسلام على نسائه، وكانت تلك الليلة نوبة من؟ اللي عدد يعرف أنها، يعرف نوبة من، واللي ما عدد مسكين مع واحدة ليله ونهاره. كانت الليلة ليلة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، ليلة صفية بنت حيي. فأرادها النبي ما يريد الرجل من أهله، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنها قد حاضت، والحيض مانع من قضاء الوطر. فقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أحابستنا هي؟
فقالت عائشة: إنها قد أفاضت يا رسول الله، طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. استأذنت عائشة فقالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي. من هي صويحبات عائشة؟ أنت ها؟ من هي صويحباتها؟ أمهات المؤمنين، نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ترجع صويحباتي بحج وعمرة، وأرجع بحج، لأن أمهات المؤمنين كنا إيش؟ متمتعات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دخلت عمرتك في حجك، فأبت إلا أن تعتمر. ألحت على رسول الله أن تعتمر، فأمر صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن، أخاها عبد الرحمن، أن يخرج بها إلى التنعيم ويعمرها. فذهب وقال لهم: إن فرغت فموعدكم موضع كذا وكذا، حدد لهم المكان. قالت عائشة: فسريت ليلتي، ليلة الرابع عشر، وركبت وراء أخيها عبد الرحمن على بعير واحد، مقدمه لعبد الرحمن وهي وراءه، حتى أتوا التنعيم، وهو أقرب الحل للكعبة، وأحرمت منه، أحرمت هي وحدها ولم يحرم أخوها عبد الرحمن. ثم جاءت وطافت وسعت وحلقت رأسها، صح؟ تهزون رؤوسكم، حلقت رأسها يا زول، ها؟ قصت، لأن المرأة منهي لها أن تحلق رأسها. أظن لو أختبركم ما حد ينجح يا أخواني. فقصرت. قالت رضي الله عنها: فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي أقته لنا، إما أننا مصعدون وهو نازل، أو أنه مصعد ونحن نازلون. فقال: أفرغت يا عائشة؟ قلت: نعم يا رسول الله. فأمر الناس في النفير ونفروا. قال الجمهور: إن هذه خاصة بعائشة، وهذا قول فيه ضعف. أنبينا خاص لعائشة؟ أتشريعه خاص بعائشة؟ الجواب لا، للجميع. وهذا جواب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على أهل العلم الذين قالوا إن العمرة الثانية خاصة لعائشة. قال: سبحان الله، في سطح هذا، في صحن هذا المسجد، سبحان الله، أنبينا خاص بعائشة؟ فهذا فيه جواز الإتيان بعمرة ثانية في سفرة واحدة، جواز لا الأفضلية، لأن فعل النبي أفضل من فعل عائشة رضي الله عنها، والنبي لم يأتي بعمرة ثانية. إذن يجوز أن يأتي بعمرة ثانية في سفرة واحدة. السؤال: كم بين العمرتين؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل ويعرف ويعمل به، ليس عمرة صباحا وعمرة ثانية في المساء، وإنما بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، وهذا كما سبق غير مرة أقل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في إيش؟ فيما بين العمرتين. فجاء عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أن بين العمرة والعمرة إيش؟ أبشر، بيض الله وجهك، أن بين العمرة والعمرة سنة، فينشأ لكل عمرة في كل سنة. وجاء عن علي رضي الله عنه أن بين العمرتين شهر، وأقل ما جاء مما أعلم. وبحثت عن الصحابة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن بين العمرة والعمرة قدر ما يحمم رأسه. ما معنى يحمم رأسه؟ إذا حلق رأسه بالموس كم يحتاج من يوم حتى يكون أسود؟ عاد احسبوها أنتم، هذه أنتم احسبوها، ها؟
تقريبا 5 أيام إلى 6 أيام بحسب الناس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. الكافر يقول إن شاء الله، قال الله جل وعلا عن الكافرين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يؤمنون بأن الله خالقهم، لكن كفرهم كفر الشرك، كما أن مشركي مكة يؤمنون بالله ويعظمون بيته وحرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم.